تم الإفراج بالعفو عن 5532 من نزلاء السجون ممن استوفوا شروط العفو عنهم، وذلك تنفيذاً لقرار الرئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك. إجراءات العفو والإفراج تمت في ظل تدابير وقائية مشددة اتخذها قطاع السجون لحماية صحة وسلامة المفرج عنهم، ما بين ارتداء كمامات طبية إلى مراعاة مسافات التباعد الآمن بينهم. وقد أشاد النزلاء بقرار الإفراج عنهم، والذي أتاح لهم الفرصة لبداية صفحة جديدة في حياتهم. الحمد لله، ربنا أكرمنا بفضل ربنا وفضل سيادة الرئيس إن أفرج عننا في العفو اللي هو عفو عيد الفطر. كنتش متوقع القرار ده. بشكر طبعا ربنا في الأول في الآخر، ثم بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو عيد علينا بالعادية الجميلة دي وفرحنا وفرح أهلينا. لغاية ما أنا واقفة دلوقتي أنا مش مصدقة. طبعا إحنا نشكر الرئيس جدا 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 على اللي هو عامله معانا ده الصراحة. إحساس جميل جدا عشان طلع لعيالي وأهلي وهتلم بيهم يعني الحمد لله. أقول الصبح قالوا لي صدر عفو عنك وعن بعض المساجين في السجن على نص المدة من رئاسة الجمهورية. وأنا بشكر الرئيس على اللمسة الجميلة اللي عملها معانا. وربنا يخلي مصر وشعب مصر. ولكي يتم الإفراج عن هذا العدد من النزلاء، عقد قطاع السجون لجاناً لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحق الإفراج، فكان هذا العدد الكبير الذي يعد الأكبر في تاريخ قرارات العفو، ويأتي في إطار تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. دخلت السجن تعلمت صنعة الحدادة، اشتغلت في شغلة اللحام، فربنا كرمني يعني وتعلمت صنعة كويسة، فإن شاء الله أطلع بإذن الله أطلع إن أنا أبدأ حياة كريمة بقى. دخلت اشتغلت في حرفة الاستوجي في مصنع الأساس بس، وتعلمت المهنة وكسبت منها خبرة كويسة يعني إن شاء الله في المستقبل ربنا يقدرني وأكمل فيها. يعني مفيش مسجون بيتعب ويهمله فيه إشاعات أي حاجة المسجون يروح المستشفى ياخد جميع العلاج بتاعه. التأهيل والإصلاح ليس شعاراً ترفعه السجون المصرية فقط، وإنما هو واقع يطبق ليعود النزيل على مجتمعه بالنفع عقب الإفراج عنه، كهؤلاء المفرج عنهم الذين تم تأهيلهم وإصلاحهم فاستحقوا فرصة لبداية حياة جديدة ليس للجريمة مكاناً فيها.